اتوقع كذا كويس، بس نحتاج ليش الى جو مخصص للقصص. طيب اوكي، اتوقع هذا اللوك المناسب لقصة اليوم حرفيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله يا جماعة الخير بمجلس. هذه مشغلة شوي مشغلتني عشان اوكي بمجلس ما به نفس ثقيلة. اول شيء الله يعطيكم الف عافية على الدعم الجبار والاسطوري اللي قاعدين تسوونه داخل القناة. الشيء هذا حرفيا يحمسني ويحفزني. تونا ما دخلنا 2022 وصلنا الى 102000، اتوقع زي كذا صح؟ 2000 واشترك داخل القناة يا جماعة الخير. يما علقت والله ما عرفت اسولف. الله يعطيكم الف عافية على الدعم الجبار، على الدعم الاسطوري، شكرا للكومنتات الايجابية. قبل ما نبدا في مقطع اليوم، كثير يقول لي اسامة نبغى قصة، اسامة تكلم عن قصة من زمان ما سمعنا عنك قصص. طيب يا جماعة الخير، اليوم قررت اتكلم لكم عن قصة، ولكن حاب اقول لكم انها راح تكون قصة واحدة في كل شهر. انا عارف ان في ناس بتقول اسامة لا 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 لا، ميتين على قصصك، تكبر اذلك اليوم. انا اعتذر والله العظيم اعتذر، في افكار كثيره. المهم ما ابغى اطول عليكم يا جماعه الخير، اللي تابعني الان لا ينسى يضغط على اللايك ويشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات عشان يوصل كل جديد. حياكم الله في مجلس ما به نفس ثقيله. مثل ما انتم عارفين يا جماعه الخير، الدنيا هذه لازم تكون فيها صداقات، والصديق وقت الضيق، ولكن تنبني قصص كثيره من ناحيه الصداقه. مثل ما انتم عارفين يا جماعه الخير، ان القصص دائما تحاكي الواقع، او تحاكي الحب، او تحاكي الخيانه، او تحاكي الغدر. القصص دائما موجوده عشان تعلمنا نتخذ الاجراءات في المستقبل. كان في مثل قديم دائما نسمعه يقول تعلم من خطا غيرك. في المفهوم هذا جاء في راسي وراح يكون في راسك، لازم تتعلم من خطا غيرك، ما تصير انت الغلطان في اي وقت. قصه اليوم اللي راح نتكلم عنها قصه واقعيه صارت في السنه هذه، والقصة هذه لازم تسمعها زين وتعلقها حلق في إذنك، لأن تعرف القصص اللي يقولها أسامة دائما فيها حكمة وعبرة واتخاذ إجراء. والقصة هذه أبغاك تسمعها بإذنك وتدخلها جوا عقلك، لأنك يوم من الأيام أنت الشخص اللي راح ينحط السيناريو هذا. طبعا ما راح أقول لكم القصة وين فيه، في أي مكان، عشان أتجنب المساءلات القانونية، لأن القصة قضية الآن في الوقت هذا اللي قاعد أتكلم معكم فيه. القصة أو القضية هذه لحد الآن ما حلت، ولكن القانون راح يتبع مجراه وراح تحل هذه القضية في أقرب وقت. طيب أسامة وش القصة؟ حمستني، قلت لي قصة، قلت لي أشياء كثيرة، وش القصة اللي راح نتكلم عنها اليوم؟ قصة اليوم راح تكون بعنوان غدر الأصدقاء. معروف أن الصديق وقت الضيق، وقالوا زمان أن مالك إلا صديقك، والمؤرخين دائما يقولون أن الأصدقاء هم سر السعادة، والعالم الدنماركي يقول إذا كان ما عندك صديق في حياتك فاعرف أنك في ضيق حتى نهاية حياتك. يعني الصديق شيء مهم لأبعد درجة. لو نرجع لأيام زمان راح نشوف أن الصديق هو أقرب شخص لك أنت، ولو نروح في الدين راح نشوف أن الصديق راح تحشر معاه يوم القيامة. فعشان كذا يقولون اختر صديقك. طيب أسامة، فوائد كثيرة عن الأصدقاء، وش صاير؟ وليش كان العنوان غدر الأصدقاء؟ طيب عشان ما نطول عليكم، لكل شخصية راح نطلق عليها اسم. الشخصية الأولى راح نطلق عليها اسم خالد، والشخصية الثانية راح نطلق عليها اسم فهد. طبعا لا تكون في تحريات يقولون اوه اسمهم خالد وفهد يحسبون انهم اخوياي، لا لا لا. المهم بعطيكم طبيعة شخصية خالد. خالد شخصية عمرها ما يقارب 16 سنة ومرتاح ماديا، 16 سنة وعنده فلوس. فهد شخصية عمرها ما يقارب 18 او 19 سنة بس مدخولها المادي ضعيف لأبعد درجة. طيب الاثنين هذول يتعرفوا عن بعض عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، وبالتحديد عن طريق الألعاب وعن طريق مثلا برنامج الديسكورد او مجموعات السوني. فكانت تتناقل المراحل، يعني كانت مجموعة سوني، بعدين مرت سنة سنتين دخلوا على مجموعة الديسكورد. في بداية تعرفهم كل شخص كان مكمل للثاني بشكل مرة كبير. كيف مكمل للثاني؟ يعني فهد يروح يكلم خالد يقول ها ايش رايك نلعب، وخالد يكلم فهد ها اليوم نلعب. المهم كل واحد يقول هذا الدو حقي. كانت علاقتهم علاقة محترمة مثل علاقة أي شخص مع صديقة. وتمر الأيام وتمر الشهور وتمر السنة الأولى، في السنة الثانية وقعت الحادثة. المهم بعد سنتين هنا الأحداث صارت تصير. خلال السنتين هذه بينهم أو الأحداث اللي كانت بينهم كلها لعب، ادخل
ما تقابلوا ما تواجهوا نهائيا. في يوم من الأيام اللي هو فهد قال ميد خالد الشخص الصغير قال له وش رايك نطلع في مطعم نتعشى، قال له خلاص ما في مشكلة والله، ويطلعون ويتقابلون. طبيعة أول ما تشوف شخص كذا في السوشيال ميديا لك سنتين بس تتواصل معاه ما تعرف لا شكله ولا عمره ولا لبسه ولا أي شيء، فأكيد راح يكون الموضوع شوي صعب في أول 5 دقائق 10 دقائق وبعدها راح تزيل الأمور. المهم أول ما شافه سلموا على بعض، هلا والله حياك الله كيف حالك طيب والله الحمد لله بخير. فهد شاف في خالد، يعني فهد حس إن خالد أو شاف النعمة في خالد، يعني شاف خالد راكب سيارة آخر موديل معاه ساعة فخمة معاه جوال آخر موديل بعكس حياة فهد. فهد ما كان يملك الإمكانيات هذه، وخلال السنتين هذه خالد ما كان يلمح له أنه شخص مرتاح مادياً. بدت الغيرة تشتغل في فهد، يقول أنا كبير في العمر وهذا الصغير راكب سيارة آخر موديل ومعه جوال آخر شيء ولابس اللبس الزين، من وين جاب الفلوس هذه؟ آها هو ده هو هو ده هو ده حرفياً، أيوه هو اللي جاء في رأسه، قال أكيد أن الفلوس هذه جاية من أبوه. قام فهد يلمح الخالد كل شوي عشان ما أضيع بين الشخصيات، فهد الشخصية الكبيرة بالعمر قام يلمح الخالد، خالد اللي هو الشخصية الصغيرة في العمر أصغر من فهد ما يقارب 4 أو 3 سنوات، قام يلمح له من ناحية الفلوس، قال له يا أخي أنت كيف عندك المبالغ هذه بس بأسلوب يعني زي ما تقول من وراء التريلات. جاء يوم من الأيام اعترف له خالد قال اسمع أخوك أنا أبوي تاجر والفلوس هذه كلها من أبوي يعطيني مصروفي، بس لا تحسب إني يعني شفتني أنا صغير ومعي فلوس تحسب إني ما أشتغل وأنكرف، لا حبيبي أشتغل وأنكرف. وقام يقول إن أنا عندي حوالي متجرين أشتغلها متاجر إلكترونية وعندي أمور تسويقية أشتغلها بشكل دائم. فهد قال له صدق عاد يا خالد أنا أمنيتي إني أفتح لي مشروع ويبقى المشروع هذا لي، وإن هذا المشروع يدخل لي مبالغ لو بسيطة نهاية الشهر، يقول كنت أبغى من 1000 إلى 2000 ريال ما تفرق معي. الولد الصغير خالد قال خلاص ما في مشكلة، اسمع فكر في أي مشروع وأنا بعطيك رأس المال والمدخول اللي يجيك ترجع لي، يعني مثلا أنا وأنت اللي قاعد معي إن شاء الله ندخل أنا وياك في مشروع، أنا أعطيتك رأس المال أخليك تشتغل في رأس المال، أول شهر تعطيني فلوسي مثلا رجعت لي 4000 الأولى، الشهر الثاني ترجع لي 4000 الثانية، الشهر الثالث يكون النص بالنص، فهمت علي كيف؟ فوافق فهد مباشرة، قال ما عندك مشكلة خلاص تم، بس تبي الموضوع كذا انتهى الموضوع خلاص قفل عليه تم. طبعا خالد واثق في فهد مرة لأنه شخص أكبر منه ويحس أنه شخص مؤمن، يعني قال اسمع يا فهد خذ الفلوس هذه لا ترجع لي الله يسلمك المبلغ كامل، شفت مدخولك اللي بداية الشهر عطني نصه وشهر الثاني زي اللي رحمه يعني رحم خويه شاف أنه يحب يشتغل قال له خلاص عطني النص، لا تعطيني يعني 4000 اللي تجيك أول شهر لا تعطيني إياها، عطني 2000 بعدين 2000 بعدين 2000 بعدين 2000 بعدين 2000 تساهلا لخويه. يعني استغرب خوي يقول لي كذا وأنا محتاج، جزاه الله خير وش الخوي الجميل هذا. قال أوكي ما في مشكلة، قال أوكي ما في مشكلة خلاص وضعنا كذا تمام أمورنا تمام كل شيء تمام، أنا راح أدور على مشروع وبجيك. خلال يومين رجع لفهد في مشروع إلكتروني، طبعا المشاريع الإلكترونية كاثرة الفترة هذه، بس أبغاك تركز معاي لأن يوم من الأيام إذا أنت جاهل في النظام راح تروح وطي. فهد قررنا يشتغل وجاب المشروع وخذ من خالد 10000 ريال، طبعا 10000 ريال مبلغ كبير. أول ما خذ المبلغ هذا بدأ في مشروعه وقاعد يشغل مشروعه بشكل كويس، ولكن فهد جاه طمع شوي ما عاد صار يرجع الخالد فلوسه بشكل يعني كامل، يعني صار زي اللي يلعب عليه شافه طيب قال يا رجال ما راح يدري وذا مليان فلوس. خالد الولد الصغير ايش قال؟ قال اسمع يا فهد انا احس انك تدخل مبالغ بس انك ما تبغى تسددني، حاول انك تسددني لاني صدق احتاج المبالغ هذه. قال لها ها بديناها شك وش رايك، من هنا بدت الخبثه الشيطانيه، قال ها من اولها بدينا شك وش رايك. كلمه وش رايك هذه هي بدايه الخطه الخبيثه اللي سواها فهد على الولد الصغير خالد. وش الخطه الخبيثه يا اسامه اللي سواها؟ قال ميد الولد الصغير اسمع وش رايك تعطيني رقم حسابك البنكي بطاقتك البنكية الفيزا والكود اللي وراها عشان اربطها في الموقع حقي. قال لا ما يحتاج اتوقع اني اعطيك الفيزا رقم الحساب يكفي. قال لا احنا نظام الدولة عندنا طبعا هم اخويا، يعني انا بديت اجيب العيد صح واوضح، هم اخويا كل واحد في دولة ثانية تمام هم عرب اوكي. قال لا احنا المكان اللي احنا فيه او النظام اللي احنا فيه ما يقبل ان بس برقم الحساب، لازم الفيزا عشان يتأكدوا من كل شيء. صدق ضمانة
لأن هذا خويه صدقه ويحق له إنه يصدقه. قال له أوكي خذ الفيزا. أول ما خذ الفيزا طبعا سجلها وقال إني أنا سجلت وعنده بيانات الفيزا هو لحد الآن الرجال الكبير هذا فهد. قال إني أنا سجلت كل شيء وخلاص خلال يوم راح يقبلون كل شيء وراح توصل لك الحوالات على حسابك. قال له أوكي ما في مشكلة أنا راح أدير لك إياه. وكانت نيته طيبة والله خالد، والله العظيم من خالد كانت نيته طيبة لأبعد درجة. قال له خلاص ما في مشكلة كل نهاية شهر أنا راح أحول لك وأعطيك كل شيء. قال له أبدا تم. المهم خلال 3 أيام أو 4 أيام هذه فهد عند الفيزا حقت خالد، خذ الفيزا هذه في موقع أجنبي ممكن الحين بيعرفونه الناس كلهم، موقع يطلبون منه أغراض ما يطلب كود تحقق، تقدر تاخذ أي فيزا وتطلب منها، ما راح أقول لك اسمه، ولكن صدقني لو صادتك أي دولة في العالم وأنت تسوي الحركة هذه وتطلب من الموقع هذا اللي بدون كود تحقق أو تستغل الموضوع هذا، صدقني إنك راح تروح خبر كانا، راح تنتهي راح يخفونك لأن هذا محرم دولياً. المهم دخلها في الموقع وطلب له حوالي 3 آيفونات بقيمة 15,000 ريال. بعد ما طلبها اليوم الثاني جاء خالد كلم فهد قال يا فهد ترى حسابي انسحب منه ما يقارب 15,500. قال له كيف؟ لا ما لي دخل تأكد تكفى. قال مسحوبة من الموقع الفلاني، هل انت استخدمت الفيزا؟ لأن ما في إلا انت يعرف الفيزا حقتي. نكر خالد قال خلني أبعد الظن وريح شوي، عطى نفسه نص ساعة قال خلني أتصل عليه مرة ثانية وقول له خلاص أنا راح أتحقق وراح أرفع إجراءات عشان يشوفون منه الشخص هذا. ولكن في اللحظة اللي راح يتصل فيها على فهد حصل إن فهد الشخص الكبير هذا معطي خالد بلوك من كل مكان، قام اتصل عليه من أرقام مختلفة وبرضه صار يبلكهم حبة ورا حبة. المهم الولد عطاه الضمان وكان ولد صغير كان خايف انه يعلم ابوه او يعلم اي شخص حوله عشان ما يطيح في ورطة كبيرة، وهذا حرفيا شيء خطأ. اي شيء يجيك لازم تروح تكلم يا اخوك الكبير يا ابوك، ناس اعرف ويفهمون ويعرفون كل شيء قبل انت ما تعرف اي شيء. اتصل عليه اتصل عليه قال خلاص بلاش الله يحلله ويبيحه، ولا راح اقول ميد ابوي ولا راح اقول ميد اخوي ولا اي احد في البيت، وانا اللي راح اتحملها وعز الصديق حرفيا خالد. المهم تحملها الرجال وتدور الدنيا، سبحان الله وتدور الدنيا، دارت الدنيا وبهالايام يداروا عادي. اذا دارت الدنيا تقعد تصفق صفقة معلم حرفيا، لأن المظلوم يوم من الأيام راح ينتصر. واسمعوا القصة الحلوة حرفيا. أحد أخويا فهد اسمه محمد، خالد يعرفه معرفة سطحية. بعد مرور فترة طويلة 6 أو 7 شهور خالد كلم محمد هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا والله كيف حالك حبيبنا، أخبارك طيبة محمد؟ معاك خالد. أوه خالد خوي فهد وينكم، انقطعتوا ما شفناكم. صار محمد ما عاد يقابل فهد، ومحمد ما عاد يقابل خالد لأنه ما يعرفه زين، بس كان هو خوي فهد مرة. المهم قال للموضوع كيت 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 والسالفة كذا 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 كذا. قال له محمد والله العظيم إني من قبل كنت أبي أحذرك ولكن خفت إنك تقول إن هذا شيطان ويبغى يفرق بيننا. قال طيب وش الحل؟ قال موضوعك عندي، هذا اللي هو محمد. وش الموضوع؟ كلم فهد قال له وينك؟ أبغى أطلع معاك من زمان عنك وزي كذا. طبعا ما راح يشك لنا 7 شهور، 7 شهور مرة كثيرة من الحادثة. المهم قال إني اشتقت لك والله من زمان عنك، خلنا نتقابل خلنا نطلع أي مكان. المهم خذاه وطلع هو إياه إلى أحد الكافيات وتقابل هو إياه، ومحمد لعب عليه لعبة مرة حلوة. يعرف إن فهد يحب الفلوس، يعرف إن فهد كلب فلوس، يعرف إن فهد يلاحق الفلوس، واستغل النقطة هذه وجاب سيارة جديدة وجاب لبس زين وتضبط وكل شيء. سبحان الله يا أخي اللي يحبون الفلوس فيهم مرض حرفيا غير طبيعي. تقابل هو إياه، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا حياك الله كيف حالك، تعال علومك بشرنا عنك بخير. ما يدري انه بيصيد الحين، فهمت؟ ما يدري انه بياكل تبن. وينكم من زمان؟ لا 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 لا. قاموا يسولفون، اوه نعم هاروي بري بروفا، قاموا يسولفون. المهم في نهاية الجلسة قال له اسمع والله يعرف لك مشروع يدخل فلوس بشكل كبير مرة. قال وش هو المشروع؟ الحين وش فكرة فهد؟ يبغى برضو يلوت محمد. وش هو المشروع؟ قال اسمع المشروع داخل فيه أنا وواحد من الشباب، والمشروع هذا فيه خير كثير مرة، ولكن مشكلة المشروع هذا إنه حرام، يعني مشروع حرام. وش المشروع؟ قال للمشروع عندي حساب بنكي في العمل الرقمية، سواء كانت ما أبغى أذكر الشركات، والحسابات هذه متروكة من زمان أخوياهم تاركينها. قال له تعرف سالفة اللي يقولك شرى حبة بيتكوين قبل 20 سنة ونساها؟ نفس كذا، وعندي أخويا جانب يهكرون الحساب هذا ويبيعونك إياه، ولكن إذا شريت الحساب هذا لازم تدفع نسبة 5%. طيب 5% حقت إيش؟ قال عشان يفعلون المحفظة لأن المحفظة قديمة من زمان. قال له أوكي ما في مشكلة، يومين وراح أرد لك بخصوص الموضوع هذا.
قال اوكي خذ راحتك ما في مشكله. وبعد يومين الا فهد يتصل على محمد، سلام عليكم، اسمع انا ابغى ادفع 20,000 ريال واشتري احد الحسابات في فيها العمل هذه، وبالتحديد كان يبغى عملة الايثيريوم. اسمعوا المهم ودي اعرض لكم الموقع هذا، بس والله اني خايف من المشاكل اللي راح تصير من ناحية يوتيوب، لانه ممنوع اني اعرض العمل هنا، فراح اعرض لكم اياه في السناب. اذا تبغون اصور لكم الموقع وحبات البيتكوين اللي فيه، تعالوا السناب انا اصورها لكم، لان الموقع في الاخير وصلني وشفته كيف هو فيك كيف هو. قال له خلاص 20,000 20,000 ما في مشكله، خذ ال 20,000 هذه. ما صدق محمد ياخذ الفلوس هذه من فهد الا ويلقطها وياخذ الفلوس ويعطيها خالد. المهم يسأله وش صار وما صار، قال له والله ما صار شيء. المهم مر اسبوع، بعدها محمد صك فهد بلوك وقال له خلاص مع السلامه، ورجعت ال 20,000 هذه لخالد. ولكن القضيه الكبرى وش هي؟ القضيه الكبرى ان الاثنين ذول اللي كانوا اعز اخويا، اللي كانوا يلعبون مع بعض يوما من الايام، اللي كانوا يسولفون مع بعض سنة من السنين، اللي كانوا يقعدون خلال 24 ساعة 10 ساعات يوميا يكلمون بعض ويلعبون مع بعض ويتناقشون مع بعض، كل واحد رفع الثاني شكوى في أحد المحاكم الموجودة، والشكوى سارية لحد الآن. لا يعني أنك شخص تعرفه في برامج التواصل الاجتماعي أنه راح يكون شخص كويس، ولا يعني برضو أن شخص تعرفه في التواصل الاجتماعي راح يكون شخص سيء، ولكن حاول تنتقي أصدقائك. فالصاحب ساحب، يقول لك عايش السعيد تسعد، وعايش الناجح تنجح، وعاشر الفاشل تفشل. فاختر صديقك بعناية، لأنك يوم من الأيام راح تندم ندم سنين حرفياً. إلى هنا وصلنا نهاية قصتنا لهذا اليوم، أتمنى القصة عجبتكم، ما طولت عليكم. إذا وصلت لهذه النقطة اكتب لي تحت في الكومنتات، وبرضه في سلسلة الاتصال إذا اللي حاب يشارك معنا في سلسلة الاتصال، ورقم الواتساب موجود تحت في الديسكريبشن. أشوفكم مع الله، السلام عليكم، جاعت خير.